اهلا وسهلا بكم، معاكم مصطفى غيز من هوا جروب. والنهارده احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده انا بحثت عنه بشكل كبير قوي، تمام، لاني كنت بهتم ان انا اعرف تفاصيله. الموضوع ده خاص ببرمجه العقل الباطن، وهقول وجهه نظري فيه بكل بساطه، تمام، وجهه نظري فيه اللي انا هبقى مرتاح لها. يعني انا بقول حاجه انا ضميري مستريح وانا بقولها، تمام. وإيه الاستفادة اللي أنا استفدتها من البحث في الموضوع ده؟ بس خلوني أبدأ بحاجة ممكن تكون صادمة شوية وما تعجبش بعض الناس، بس للأسف أنا يعني من الناس المقتنعين باللي أنا هقوله ده، إن مفيش حاجة اسمها برمجة العقل الباطن، تمام؟ مفيش حاجة اسمها إنك تبرمج عقلك الباطن. إني أنا لقيت ناس كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده وبيبيعوا كورسات مدفوعة للموضوع ده، وفي ناس بتلجأ طبعا إنها تعمل سيرش عن الموضوع ده، بتبقى عايزه تحسن حياتها للافضل والكلام ده كله. بتعرف ان تحسين الحياه للافضل هو بمنتهى البساطه ابسط كتير قوي من المعلومات والكتب والفيديوهات والتفاصيل الكتير قوي اللي موجوده حوالين يعني برمجه العقل الباطن، تمام. طيب اول حاجه، مفيش حاجه اسمها برمجه العقل الباطن ان انت تقعد تقول لنفسك توكيدات ايجابيه، انا ناجح، انا غني، انا شاطر، انا فلان، او انا مش عارف ايه الكلام ده كله. في ناس بقى ظهرت، تمام، متفقين على الكلام ده، يقول لك مفيش حاجه اسمها انك انت تقول انا كذا، لانك انت كده انت عقلك بيقول لك انت كذاب او انت بتكذب على نفسك، تمام. طب ايه الصح؟ الصح انك تسال السؤال بالمقلوب او تقول العكس، تسال السؤال بالعكس، تمام. كل ده غلط من وجهة نظر انا، كل ده غلط. مفيش حاجة اسمها برمجة العقل الباطن بمنتهى البساطة. هو الموضوع ببساطة يعني من وجهة نظري انا، وانا عندي يعني عقلي خاص بي، يعني انا بقول رأيي، تمام، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، بس خلينا يعني في الاول نتفق على حاجة، ان احنا كلنا بشر، تمام. يعني طبيعي جدا جدا ان احنا يبقى عندنا افكار، تمام، وطبيعي جدا ان الافكار دي ما يسمى بالافكار الايجابيه والافكار السلبيه، لان برضو انا شايف ان مفيش حاجه اسمها افكار سلبيه وافكار ايجابيه. يعني برضو بعد عناء طويل جدا، وانا قريت الكتب دي وقريت كتاب السر وكتاب كان خاص ببرمجه العقل الباطن وكذا كتاب، تمام، وانك اول 5 دقائق لما تصحى من النوم تبرمج عقلك ازاي عشان هيأثر عليك طول اليوم، ولما تيجي تنام تعمل ايه وتكتب ايه وكم مره، وجرب كده نظرية فلان الفلاني، كل ده أنا بصيت عليه وشفته، تمام، وبأكد من البحث اللي أنا عملته إن الكلام ده كله مش مظبوط. يعني الموضوع بمنتهى البساطة، تمام. واللي أنا لاحظت إن في ناس حتى هم يتكلموا عن الكلمة واتكلموا عن التفكير وربط الاتنين ببعض، وإن الكلمة تؤثر إزاي والتفكير يؤثر إزاي، وان التفكير ده عشان تبدا تغيره في العقل الواعي والعقل اللاواعي، وتفاصيل كتير قوي وبتاعه، هو اساسا محل الافكار القلب مش العقل، تمام. يعني العقل الباطن ده برضو يعني الواحد بيفكر، العقل الباطن ده، تمام، هو اللي بيحرك جسمك وبيحرك حياتك، تاكل تشرب تركب عجله تسافر تيجي، ده عند كل الناس الغني والفقير، مش عند حد معين، تمام. فالافكار محلها القلب. يعني دايما حتى تبص تلاقي لما الواحد الافكار يعني مشاعر والمشاعر قلب، وتلاقي الواحد مثلا لو قلقان هيحس انه قلقان، لو مبسوط هيحس انه مبسوط، يبقى الافكار محلها القلب مش العقل الباطن. يعني انا يعني عارف ان في ناس هتختلف معايا في الكلام، بس ده انا اللي انا وصلت له، تمام. طيب طبيعي في الحياة، يعني سبحان الله، في يعني ايه الفرق ما بين انك انت جالك فكرة، تمام، او انك بتفكر؟ في فرق ما بين الاثنين، يعني في فرق ما بين الافكار والتفكير. الافكار مرتبطة بالاصوات، ان انت حتى بيقولوا لك تبص كده في الكتب وفي الفيديوهات اللي انت بتسمعها، يقول لك مثلا بيجي لك 60 مليون مش عارف ايه و60 الف فكره مش عارف في قد ايه، وما اعرفش هيتاسس ازاي، يعني تمام. ده إيه؟ افكار كتير بيجي لك، افكار بيقال عليها افكار ايجابيه افكار سلبيه. هو في النهايه ما فيش افكار ايجابيه وافكار سلبيه، تمام، ما فيش حاجه اسمها افكار ايجابيه ولا في حاجه اسمها افكار سلبيه. هي الافكار عباره عن ايه؟ اصوات بتجي لك،
تمام، انت محبط، انت ماشي كويس، انت شكلك الشغل اللي بتعمله ده مش هيجيب نتيجة معاك، انت مثلا الخطة اللي عاملها دي عشان تعمل مثلا حملة إعلانية مظبوطة هتمشي، لا الخطة دي مش هتمشي، دي كلها أصوات. تمام. طب التفكير السمع، انت بتسمع الأصوات دي كلها. تمام. طيب ايه، وانت مين قال لك انك لما تسمع فكرة انت بتسميها فكرة سلبية اقطع الفكرة دي ما تسمعهاش؟ مين قال كده؟ مفيش حاجة اسمها فكرة سلبية ولا فكرة ايجابية. يعني ما ينفعش مثلا ايه واحد ضعيف يقول انا قوي، يسمع كده صوت جواه بيقول له انت ضعيف يقول لا انا قوي، لا انا قوي قوي. لا غلط. مين قال الكلام ده صح؟ الكلام ده غلط. هي الافكار دي تمام، البني ادم الانسان نفسه مين اللي خلقه؟ الانسان نفسه اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فاللي خلق الافكار مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. والطير اللي بيطير تمام، اي نوع طير بيطير تمام، مش بيطير بجناحاته بالساعات وهو بيطير. الجناحات دي يعني زي ما ايه، انا مش عارف اقولها ازاي بوصف، بس اللي هو ما بيحركهاش. يعني ممكن مثلا هو طاير مثلا، مين اللي مهيمن عليه وهو طاير؟ مين المسيطر عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى. تمام. اذا ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، حتى الافكار. تمام. حتى الافكار. طب انت النهارده جالك فكره ما يسمى بفكره ايجابيه او فكره سلبيه، تمام، ايه المفروض انك تعمله؟ توجه بالفكره دي بقى انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب انا حاسس اني ما عنديش ثقه في نفسي، يا رب خليني واثق في نفسي. تمام. ادعي بيها، لان احيانا لما تيجي تسمع بعض الناس اللي بيعلمك ازاي تثق في نفسك، ممكن يوقعك في فخ ان انت تبقى اناني، انك تبقى مغرور، انك انا وبس، انا نفسي وبس. لا، الفكره اللي انت شايف بالنسبه لك انها فكره سلبيه تمام، هي هتنقلك لحاجه كويسه لو انت فقدت السيطره عليها، مش عارف تعمل ايه، فبتتوكل لربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي مفيش بقى حالات احباط ولا حالات اكتئاب ولا الكلام ده كله. هي الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها انك انت خايف من الامتحانات. تمام. اعمل اللي عليك وروح ادعي ربنا سبحانه وتعالى، قول انا يا رب انا خايف من الامتحان، وانت منتظر مين هينزل، يعني مين هينزل السكينه في قلبك غير ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انت مثلا بنت مثلا ما اتجوزتش لحد دلوقتي، ومثلا سنها بدا يكبر. تمام. ما تسالش بقى السؤال بالمقلوب بقى، فلو سالت السؤال بالمقلوب انا اصلا هديه، انا مش اي حد يجي ياخدني، هيبقى التفكير غلط. تمام. لا، اتوجه لربنا سبحانه وتعالى. تمام. ربنا في ايده كل شيء، كل شيء، كل ما تتخيله مهما كنت انت بتسعى في الحياه. تمام. فاللي انت بتعمله ده عشان ما تنتظرش ان الحاجه تجيلك كده. طبعا السعي مطلوب عشان انت تتحرك، وكل حاجه في السعي مطلوب حتى في العباده. تمام. ولكن النتيجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بص، لا واحد مثلا قاعد عشان يعمل حمله اعلانيه، قاعد 16 ساعه يعمل في حمله اعلانيه، والحمله الاعلانيه دي ما جابتش نتائج كويسه، يجي العميل بقى يقول انا ماليش دعوه، انا كنت عايزك تعمل لي الحمله الاعلانيه دي مش عارف ايه لا، لان انت ممكن في نفس اليوم او بعد ايام تبص تلاقي في وسعه كتير جات لك في الحياه. تمام. ليه؟ لان عملنا اللي علينا، وانت عملت اللي عليك، انت خدت خطوه واحنا خدنا خطوه. تمام. بس في اللحظه والتو مش مكتوب لك ان الرزق اللي هيجي لك دلوقتي فهيجي لك بعدين، انت عملت خلاص، انت عملك يرى. تمام. عملك يرى، النتيجه دي من عند ربنا. فلما نيجي مثلا شاب مثلا، لا ما تسالش نفسك تقول انا ليه فقير. تمام. عشان لو سالت نفسك السؤال ده انت كده غلط، تهبط نفسك. لا، اسال نفسك انا ليه غني، انا حواليا حاجات كتير جدا، وبشم اكسجين وبشرب ميه وصحبه حلوه مش عارف ايه. لا، هو لا كده ولا كده. لا تقول انا ليه فقير. تمام. ولا تقول انا ليه غني. لا، انت ترضى،
يعني ممكن تقعد في موضوع الغنى ده انك تضحك على نفسك، بيه تبص تلاقي نفسك عامل يعني جالك اكتئاب. يعني واحد كان في الدور ال 14 وقع مره للارضي، تمام؟ لا، هو اول حاجه رضا، انا راضي، تمام، راضي باللي انا فيه والحمد لله، ده رقم واحد، تمام. رقم اتنين، ينقصني كذا، نحتاج ليه كذا؟ ما هو انت النهارده المال ايه في النهايه بالشعور ده؟ طبعا الناس المنطقيين العقلانيين هم اللي هيفكروا كده بقى، تمام. المال في النهايه ايه؟ حركه وشعور. يعني انا محتاج المال عشان عايز اجيب اكل اكله للاولاد وانا اكل، تمام. كل ده حركه، انت محتاج المال كوسيله حركيه، تمام. الحواسيب الحركيه دي هتعمل لك ايه؟ هتعمل لك شعور بالشبع، تمام. هي يقول لك واحد انت كده بتقتل الطموح، هو انت لا، انا نفسي اعمل مصنع، انا نفسي اعمل شركه كبيره، تمام. بس مش الهدف فقط المال، تمام. لا، مش في مقوله مهمه جدا، والاعمال بالنيات، تمام. طيب ايه النيه؟ ايه النيه ان انت تبقى سري وعندك شركات ومصانع؟ انا بفتح بيوت ناس كتير جدا، بوفر فرص عمل، بوزع منتجات في السوق باسعار مثلا تفيد الناس ومش عارف ايه كذا كذا كذا، وبكسب. هنا الموضوع مختلف، تمام. فانت لما يكون عندك مثلا مشاعر، مفيش بقى سلبي وايجابي، لا، بنقول مثلا ايه، مشاعر انت نفسك تتغير للاحسن، تمام، نفسك تتغير للاحسن. طب مين اللي في ايده كل ده؟ الله عز وجل. فانت تروح متجه بيها لربنا، مش انك تمنع انك تسمعها. وفي طبعا حاجه اتقالت صح، انك ما تسمعش كل افكارك. صح، ده صح، انك مش كل الافكار تيجي لك مره واحده تقعد تسمع ليها، لكن تركز في فكره اثنين ثلاثه، تمام، تقدر تسمعهم، ولازم يكونوا مرتبطين ببعض. يعني لو الاثنين دول يبقوا مرتبطين في حاجه واحده، لان ما ينفعش يبقى اثنين بيتكلموا وبسمع الاثنين في نفس الوقت. يعني انا لو شغال في خدمه عملاء واثنين بيكلموني، هسكت واحد اقول له بعد اذنك عشان اسمع واحد، بعد كده ارجع اسمع ده، تمام. فهي لو كذا فكره بتدور حوالين موضوع واحد، اذا انا بسمع واحد، تمام. لكن لو كذا فكره كل حاجه وداني في سكه، انا هنا مش عارف ادفع فلوس النادي، انا هنا مش عارف اعمل كذا، انا هنا مش عارف ادفع ايجار، انا هنا مثلا محتاج فلوس عشان اعمل مشروع، انا هنا عايز اشتغل، انا هنا مش عارف، امسك اهم واحده فيه، تمام، وما تتعاملش معها لانها سلبيه ولا ايجابيه، تمام. انا محتاج كذا، مش عيب انك تبقى من جواك محتاج، لان اخطر حاجه واكبر حاجه غلط اتقالت، تمام، انك اوعى من جواك تكون محتاج، لانك لو محتاج الحاجه دي مش هتجيلك. ده ايه الكلام ده؟ حتى انا قريتها في كتاب، تمام، وانك لازم تبين انك مش محتاج للشيء ده عشان ما يجيلكش. لا، هو في فرق ما بين انك تبقى متعلق، تمام، التعلق يتفك، ده امر طبيعي، تمام، يتفك التعلق، ولكن في نفس الوقت انا محتاج للشيء ادعي بيه. اللي يمنع لان في النهايه انا مش بفكر في الشيء ان انا مثلا لو بقيت فنان مشهور ابقى بقى يعني ستار والف العالم بتاع، لا، انا بفكر في الشيء من النيه منها، تمام، النيه، الهدف، النيه، انا عايز اعمل مثلا اعمال فنيه محترمه تفيد المجتمع مش عارف ايه، هنا في نيه. فبالتالي لو ده ربنا شايف ان هو مش هيبقى فيه نفع ليا انا، فهيكرمني بحاجه ثانيه تشبع عندي نفس الشعور اللي كنت بتمناه من النيه دي، وتخليني برضو في النهاية أعمل حاجة كويسة. فبالتالي ما ينفعش تعلق، بس في نفس الوقت ما ينفعش أرفض الصوت اللي أنا بسمعه، تمام؟ لا، في النهاية الأصوات دي بص، طالما ابعد عن سكة برمجة العقل الباطن، طالما الصوت جالك بحاجة سواء مضايقاك أو مفرحاك، تمام؟ روح بيها لربنا سبحانه وتعالى. لو حاجة مضايقاك ادعي ربنا سبحانه وتعالى يحول لك الحال، تمام؟ لو حاجة مفرحاك اشكر، وربنا كل ما تشكره على نعمة كل ما هيزيدك بمنتهى البساطة. فملخص الموضوع، الأفكار، تمام، محلها القلب وليس العقل الباطن ولا أي عقل، تمام، القلب مش العقل، تمام. احنا تملي بفكر، احنا بنفكر في عقلنا، لا، احنا بنفكر بقلبنا، ده وجهة نظري أنا، تمام، نفكر بقلبنا،
حتى القرارات السريعه بتتاخد بسبب القلب، المشاعر، الافكار مشاعر. تمام، احنا عندنا عقل، انا ما انكرش ان احنا عندنا عقل، بس العقل ده ليه وظائف تانيه، ليه وظائف تانيه في الجسم، ويكاد انا اكون كلام في بعض الحاجات الغلط ويكاد يكون في بعض الحاجات الصح، ده نقاش لوجهه نظري. تمام، ولكن زي ما انا قلت من وجهه نظري برضو، تمام، مع احترام لاي وجهه نظر مختلفه، ان الافكار دي كلها لو انت خدتها ببساطه ورحت بيها لله عز وجل، انت كده ربنا هيحوطك وهيحفظك. بمعنى عندك فكره تسمى فكره سلبيه، روح ادعي ربنا سبحانه وتعالى يهديك للطريق السليم. عندك فكره حلوه مبسوط فرحان اشكر ربنا عليها، هتلاقي نفسك دايما في البر. لكن توكيدات ايجابيه وانك تقعد وتتخيل ومش عارف ايه، وانك داخل الفيلا بتاعتك وانك داخل القصر مش عارف، احلم احلم، بس ما تخليش التخيل وظيفه، انك ما تعملش حاجه في حياتك وانك تفضل تتخيل بس. وانك خد بالك بيقول لك فك التعلق وبيخليك تتعلق، فك انك تبقى متعلق بشيء وبيخليك متعلق بشيء. يعني لما يجي يقول لك مثلا ايه، اقعد تخيل انك سايق العربيه وانك ماسك الدريكسيون دلوقتي وانك بتجري بالعربيه والهواء من حواليك من كل ناحيه ومش عارف ايه، بس لما تطلع من الحلم الجميل ده ما تتمسكش بيه. ازاي؟ هي الفكره انك احلم واتمنى، واخد بالك، بالنيه المقصوده من ورا تحقيق الحلم ده. انت ايه نيتك؟ صدقني عشان لو الحاجه اللي انت ما تمنتهاش ما حصلتش، هيحصل لك حاجة أحسن منها هتعوضك نفس الشعور اللي كنت هتوصل له، لأن في النهاية النية مهمة جدا في بداية أي عمل مش بعد أي عمل، تفرق. يعني أنت تقول يعني كل ما كانت نواياك فيها خير كتير أو نفسك تعمله، لو حصل كذا تمام ولو ما حصلش كذا، هي النوايا دي اللي ثابتة، ممكن كذا ده ما يحصلش بس النوايا ثابتة، فتلاقي كذا ده ما حصلش بس حصل احسن منه يساعدك على تحقيق النوايا اللي انت كان نفسك تعملها. فتلخيصا للكلام، تمام، من وجهه نظر انا ما فيش حاجه اسمها برمجه العقل الباطن، قوه الكلمه، الكلمه مهمه، تمام، الكلمه مهمه ومسؤوليه، وكل واحد لازم قبل ما يقول كلمه يوزنها كويس جدا قبل ما يقولها، بس هل الكلمه مؤثره في بعض الاحيان؟ يعني انت النهارده ممكن تقعد مثلا تقول لواحد نصيحه مهمه جدا، تمام، وهو خد على انها حاجه تافهه، طب ما الكلمه مش مؤثره؟ طب ما انت ممكن تقعد ليه النهارده تقول لابنك ذاكر يا ابني، يا ابني ذاكر عشان تنجح، يا ابني ذاكر عشان توصل لحاجه، ولا الهوى. يبقى الكلمه مش بتاثر، مش احيانا بتاثر، مش شرط انها تاثر، تمام، لكن التفكير ياثر، بس ياثر ازاي بقى؟ يأثر لما ناخد افكاري دي كلها، تمام، واروح بيها لربنا سبحانه وتعالى. لان انا لو انا مثلا عندي خلل، حاسس ان الدنيا مقفله ومفيش شغل ومش عارف ايه وبتاع، اخد الفكره دي واروح بيها لربنا سبحانه وتعالى وابتدي ادعي، ربنا هيبدا ينور لي البصيره بتاعتي، هيقول لي خد بالك انت هنا كنت غلطان، فاحنا ضيقنا عليك هنا، انت هنا كنت كذا مش عارف ايه. يبدا مثلا تبص لربنا سبحانه وتعالى، بدا يديك صبر على اللي انت فيه، تروح صابر. ليه؟ لان احيانا اللي انت فيه ده احيانا ايه، ده على طول اي ابتلاء على طول تعرف وانت مغمض ان هو خير مبطن، اللي جواه مش اللي انت شايفه جواه ده، مش براه، قصدي اللي انت شايفه براه ده مش هو الحقيقه، خير مبطن. اقعد فكر في اي حاجه حصلت لك كانت صعبه في حياتك، عشان بكره كلمه وحشه الناس بتقولها، تمام، هتلاقي طلع منها حاجه مفيده جدا في حياتك. واوعى تخلي خطأ يعذبك طول حياتك، تمام، ولا تخلي وجهه نظر حد تغير لك وتشقلبك، تبقى عايز تسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا، اقعد اهدى بالراحه، تمام. انا مبسوط، حاسس ان انا عندي كل حاجه، الحمد لله رب العالمين، اشكر، هيزيدك. وهتبص هتلاقي الزياده طبعا ما بتبقاش مال بس، الناس فاكره ان كل حاجه فلوس فلوس فلوس، لا، الزياده ده بيفتح لك ابواب خير كتير تعملها، ممكن توصلك لاعلى درجات في الجنه، تسترك دنيا واخره،
تخليك ما تمرضش، تمام؟ وواحد تاني مثلا حاسس ان هو خسر كتير في الماضي ومش عارف ايه والكلام ده كله، يقول لك اوعى تبكي على الماضي، تمام؟ ما تبكيش على الماضي، بس لو كان الماضي ألمك او حزنك روح لربنا سبحانه وتعالى، ادعي زي ما يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، الحزن الماضي، الهم المستقبل اللي في علم الغيب، تمام؟ فروح وادعي، انت الماضي مؤثر فيك، ادعي، مش تروح للناس اللي بتقول لك غير الماضي بتاعك، امسح كل الملفات اللي في دماغك، انت كنت زمان فاشل، لا قول انا كنت زمان ناجح بس توقفت وهرجع انجح تاني. تخدعش نفسك، لانك لو خدعت نفسك تخسر، تمام؟ انت محبط، الماضي مثلا عندك اخطاء كتير في الماضي، او خسرت كتير في الماضي، او الناس جرحتك كتير في الماضي، او 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 الجا لربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ يا رب انا حزين على 1 2 3 4 5، نفسي اللي جاي ما يكونش في التجارب 1 2 3 4 5، تلاقي نفسك بقاش عندك نفسيه الاكتئاب، تلاقي نفسك عندك سلام نفسي، تمام؟ لان في ناس النهارده الشتيمه عندها والغلط والحكم على الامور من وجهه نظرهم هم، تمام؟ ده جاي من نتيجه الانانيه والجري ورا الفلوس و عدم فهم الرسائل اللي بتعدى عليه في طول ما هو عايش في حياته، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا رسائل، تمام؟ فبالراحه، عندك فكره تعبك الجا لربنا سبحانه وتعالى، ادعي له برحيم، ربنا رحمن، رحمن مهيمن على كل شيء، تمام؟ عندك فكرة مبسوط منها، فرحان، حماس، وعايز تعمل مشروع جديد وفرحان، برضو روح لربنا سبحانه وتعالى اشكره وادعي، تمام؟ لأن ممكن تبص تلاقي الحاجة اللي فرحتك دي مش في صالحك، هتلاقي ربنا بقى طالما شكرت ودعيت هيبدأ ياخدك للاتجاه الصح، بس بمنتهى البساطة، بدون لا برمجة ولا تقعد ولا افكار ولا تشيل الفكره الفلانيه وتحط الفكره الفلانيه وتتعامل مع مخك وعقلك على انه جهاز كمبيوتر، مش حقيقي، الافات الدولارات بتدفع في كورسات زي دي مش منطقيه. واخر حاجه بس نصيحه عايز اقولها في الاخر خالص، تمام؟ ويمكن دي يعني هي مرتبطه بالموضوع بس الناس ما تشوفش انها مرتبطه بالموضوع، بس هي حقيقي مرتبطه بالموضوع. بلاش امساك يا جماعه، بلاش امساك، يعني مثلا انت معاك فلوس ما تخافش عليها، ما تقعدش ماسك طول الوقت كده، مش طبعا بقولكش بزر التبذير ده مصيبه سودا، تمام؟ بس مثلا انت ركبت مثلا تاكسي مع سواق والتاكسي ده كويس وانت ارتحت له وانت راكب معاه، تمام؟ العداد مثلا عمل 20 جنيه وانت شايف ان هو امين والعداد بتاعه تمام، ادي له 25، ادي له 30، تمام؟ انت مثلا دخلت محل تشتري حاجه ولقيت البياع كان متعاون معاك مثلا، طلع 5، طلع 10 جنيه، طلع مثلا لو بتكلم مع حد بره طلع 5 دولار. الحاجات دي تخليك دايما تحس بطعم العطاء، والعطاء تاثيره جميل جدا على النفس، تمام؟ وما تبخلش في نفسك بمعلومه، اشتري كورسات واشتري برامج واشتري واشتري واشتري، تمام؟ بس لازم قبل ما تشتري تعمل الخطوه اللي انا بقولها لك، دايما تحيل كل افكارك، يعني عندك حاجه مضايقاك روح لربنا سبحانه وتعالى، روح لربنا سبحانه وتعالى، عندك حاجه مفرحاك روح لربنا سبحانه وتعالى، عشان ما تبقاش تحكم على الناس طول الوقت بالباطل، تمام؟ لان الظن ده مشكله، الناس فاكره ان الظن ده حاجه سهله. بص تلاقي مثلا واحد انت عملت معاه شغل، تمام؟ وهو غلطان، هو فكر ان انت طول الوقت فاضيله وعايز يجيبك يمين وشمال وهوبا فيلخبط لك تفكيرك ويلخبط لك حياتك، ما يعرفش ان انت عندك ظروف وعندك شغل وعندك وعندك وعندك، في النهايه بيحط لك حكم، تمام؟ ف دي مشكله ال يعني ان انا بتعامل حاطط كان الافكار دي في العقل والدماغ، لا، الافكار دي في القلب، بالراحه، عندك حاجه مضايقاك روح لربنا سبحانه وتعالى، عندك حاجه تفرحك روح لربنا سبحانه وتعالى، دي خطوه اولى وخطوه اخيره في كل حاجه، تمام؟ عشان تبدا بقى انت رحت لربنا في حاجه مضايقاك، فبتدعي ربنا سبحانه وتعالى بالحاجه اللي مضايقاك، ما ينفعش ما تسمعهاش، اسمعها وادعي بيها، تمام؟ عشان تبدا تسمع، تمام، من جواك الحل الصح،
اللي هو البصيرة، ربنا اسمه بسم الله البصير، تمام؟ ما فيش حاجة هتيجي قبل حاجة من غير عقد برمجة العقل الباطن ومش عارف ايه والكلام ده كله وبتاع، لان الحياة ابسط من كده بكتير. واحيانا معلومات الغرب اللي بتجينا من بره تمام بتجيب معانا نتائج عكسية. يعني في كتاب انا ذكرت اسمه وانا بتكلم، الكتاب ده في حاجات كتير جدا ما ينفعش تطبقها، ما ينفعش. يبان من بره جميل ويبان من الكلام معسول، لكن في سموم جواه لما تيجي تفكر هتلاقي في حاجات مش مظبوطه، تمام؟ وفي ناس اتكلموا في الموضوع ده. ففي النهايه موضوع بسيط، تمام؟ عرفنا يعني ايه افكار، عرفنا يعني ايه تفكير من وجهه نظر واحد بسيط غلبان هو مش متخصص في العلوم دي. ده بسيط، انا راجل بسيط جدا، تمام؟ ممكن اكون اقل القليلين، ويمكن اكون بحس ان انا عملته ده نقطه في بحر اكيد بالنسبه للناس تانية. بس انا بقول لك مفيش حاجه اسمها انك تقعد تكتب كذا وتعمل كذا، والصبح تكتب مش عارف 33 مره مش عارف ايه والكلام ده كله، وانك تنام مش عارف تنويم مغناطيسي ومش عارف كل ده لا هيقدم ولا هيأخر. الموضوع بسيط، انا زعلان يا رب انا زعلان، كذا اعمل لي كذا، كذا اعمل لي. هتلاقي كل التفكير بيسمى اسمها سلبيه، تمام؟ وانت بتدعي هيخرج منها حاجه، تمام؟ حاجه زي مثلا انت بتدعي بتستغيث، بتدعي لربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ انا يا رب مش لاقي حد يقف جنبي، تمام؟ فانت هنا بتدعي الولي، تبقى عندك ولي. فكل حاجه تعباك هتجيب لك حاجه عظيمه، تمام؟ بس انت بالراحه، بالراحه. وقبل ما تقول مثلا يعني ما تبدا تتوجه لله عز وجل في حاجه مضايقاك او حاجه مفرحاك، تمام؟ اللهم اني استغفرك واتوب اليك، تمام؟ لا اله الا انت اني كنت من الظالمين، تمام؟ وهو غفور قوي قوي قوي، يعني ما تقطعش نفسك على ذنب، تمام؟ وبالراحه وبالهداوه. والحياه كلها مش مسك، الحياه مش مسك في الفلوس، تمام؟ لان الناس فاكره ان الرزق كله فلوس، لا 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 لا، كتير قوي صحه وستر ورحمه وحب، حب جميل جدا، تمام؟ انك تحب حد وحد يحبك وراحه بال وحاجات كتير، تمام؟ تاخدش اول صدمه تجيلك في حياتك او اول ابتلاء في حياتك على انه نهايه العالم او ان فلان بيحبك او فلان بيكرهك، تمام؟ لا تاخدهاش كده، تمام؟ الدنيا دار اختبار، انت حاجه حاسس انها واقفه في حياتك، تعباك في حياتك، انت تايه، انت تعبان، انت محتاج حد يساعدك، انت ربنا موجود بالراحه، خد الامور ببساطه، تمام؟ هتلاقي كل حاجه بتتضح قصادك من غير بقى ما تخش في برامج وحاجات نفسيه وعلميه ممكن تجيب معاك العكس. يعني تبص تلاقي ناس يعلموك قوة الأنا فيحولك لأناني، تمام؟ ما هو ما ينفعش عشان أنا بباش أهبل أبقى أناني، صح؟ ما ينفعش، أنا لازم برضو يبقى عندي تضحية، لازم أبقى كويس. أمال هيبقى فيه إزاي الناس بتساعد بعض، تمام؟ إزاي الناس بتدعم بعض، إزاي الناس بتشارك في أعمال الخير، إزاي الناس مش عارف إيه. يبقى ما ينفعش أنا أفصل، أي يعني عشان أغذي شعور أفصل شعور، لا، عشان في ناس بتتحول بالانا لاناني، لا. ومش وفي ناس تقول لك اعوذ بالله من كلمه انا، لا. ليه؟ ليه؟ انا ولله الحمد عملت كذا كذا كذا، مش حلوه الجمله دي؟ فيعني ربنا يجعلنا ويجعلكم جميعا، تمام؟ من الصالحين ويسرنا للوسط، تمام؟ عشان دايما نبقى في حته وسط بالراحه، هتلاقي كل حاجه تانيه. ففي النهاية مفيش حاجة، أنا من وجهة نظري مفيش حاجة اسمها برمجة العقل الباطن وتغيير ازاي تغير الأفكار في عقلك والكلام ده كله، لأن الموضوع أبسط من كل الكورسات اللي بتدفع بآلاف الدولارات، تمام؟ في كلمتين بس، في كلمتين ايه؟ في حاجة واحدة، في آية واحدة، من يتقي الله يجعل له مخرج، تمام؟ بمعنى إن أنا لو كنت مقصر في الحتة دي، تمام؟
انا اتقفلت معايا الحته دي، استغفر الله العظيم يا رب، بس بالقلب الصدق خلاص، الابواب كلها مقفوله، هفتح لك مخرج من الابواب دي، او هفتح لك باب احلى. تمام، روح باي فكره كانت مضايقاك او مفرحه، تمام، لربنا سبحانه وتعالى بقلب خالص، بقلب صافي، تمام، بصدق، وربنا سبحانه وتعالى هيعينك على كل شيء. ده رايي في موضوع برمجه العقل الباطن والكلام الكتير قوي اللي عليه فيديوهات بالملايين، تمام، وده وجهه نظري تكاد تكون صح، تكاد تكون غلط، تمام، ولكن انا بقول بحثي وتجربتي في الموضوع ده، تمام، بصدق وباقتناع وبايمان شديد بان انا عايز ان كلنا في النهايه نوصل لحاجه واحده بس، وهي تمام، يعني نوصل لشعور لازم يبقى ثابت في حياتنا كلنا، وهو الرضا. الرضا. تحياتي لحضراتكم واشكركم للاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله هيبقى في مواضيع متنوعه عن الحاجات اللي انا يعني ايه نفصل شويه، ما يبقاش كله بس عن